مرحبا بكم على قناة كامبوس ماروك تي في بموجز اخبار الجامعات المغربية. وقعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي يومه الاثنين مجموعة من الاتفاقيات شراكة وتعاون مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ومؤسسة سبور إديكاسيون سوليسيون. تهتم هذه الاتفاقيات الارتقاء بالرياضة المدرسية في كرة القدم وإرساء مسارات ومسالك رياضة ودراسة في كرة القدم بصفة عامة والنسوية بصفة خاصة. احتل المغرب المرتبة الرابعة على المستوى الإفريقي وعلى المستوى العربي أيضا من حيث عدد الجامعات المصنفة في التصنيف السنوي لسنة 2022-2021، وذلك ضمن أفضل 2000 جامعة عالمية من إجمالي 19,788 جامعة تم تقييمها، وذلك من خلال 4 جامعات عمومية. ويصدر هذا الترتيب السنوي لأفضل جامعات العالم عن مركز تصنيف الجامعات العالمية منذ سنة 2012، وهو منظمة خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة متخصصة في تقييم أنظمة التكوين والبحث. وقد تميزت جامعة محمد الخامس بالرباط هذا العام باحتلالها المركز الأول على المستوى الوطني والمغاربي، كما احتلت المرتبة التاسعة بين الجامعات العربية والمرتبة 11 بين الجامعات الإفريقية والمرتبة 946 على المستوى العالم في تصنيف 2022-2021، مما يجعلها في قائمة 4.8% من أفضل الجامعات في العالم. تباحث وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي السيد سعيد أمزازي بمعية الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي السيد إدريس أعويشة أول أمس مع السيد جيسكو هانشيل مدير العمليات بالبنك الدولي بمنطقة المغرب العربي بحضور مسؤولي الوزراء وخبراء البنك الدولي، وذلك حول أولويات القطاع التعليم العالي والبحث العلمي وسبل التعاون الثنائي تماشيا مع أوراش إصلاح القطاع على النحو المنصوص. منح دراسية بالهند مفتوحة الآن للطلبة المغاربة الراغبين في متابعة دراستهم العليا بجامعة سانتوريون برسم السنة الجامعية 2022-2021. استمرار المعتصم المفتوح لطلبة أكادير المطرودين من كلية العلوم جامعة ابن زهر ليوم 230 على التوالي بعد رفع الإضراب عن الطعام. نهاية الموجز، موعدنا غدا إن شاء الله.